تعني لأهل أشقرة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أحل الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وكل عام وأهل أشقرة بكل خير وسلام. نعني أهل أشقرة وأهل ليبيا عامة وأهل أشقرة خاصة بحلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين، ونعد عليكم بالصحة واليمن والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. نهني الأسرة الكريمة في أشقرة عامة في ليبيا والوطن العربي، كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر بحلول عيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نهني كافة سكان مدينة أشقرة وكافة الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. هاليوم المكمل من شهر رمضان المبارك، يوم الأحد وغدا الاثنين عيد المبارك، إن شاء الله نهني ونعيد فيه الأمة الإسلامية بقدوم العيد المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم بخير والعيدين فايزين، وإن شاء الله العيد ما يبيش ثوب جديد ولا بشيء، بناس صفي قلوبها تحب بعضها، مودة بين الناس والرحمة إن شاء الله. وإن شاء الله كل عام وانتم بخير والعيدين فايزين. نهني كل الشعب الليبي بقدوم العيد الفطر المبارك، وإن شاء الله كل سنة أنتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب. نحب نعيد على الشعب الليبي وبمناسبة عيد الفطر المبارك، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ونعيد على أهل أشقرة ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ربي يلم الشمل وإن شاء الله تمشي الأمور بخير، بارك الله فيكم. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك نهلي أهالي أشقرة وليبيا أجمع، وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يلم الشمل وديما طيبين إن شاء الله.